الورانا دي مزارع البن في جنوب السعودية. مزارع البن دي بيطلع منها أجود أنواع البن في السعودية، الكيلو منه بيوصل لألفين ريال. منطقة البحة في الجنوب، تعالوا نخش على مزارع عمرها بيعدي 150 سنة. كأنما خلقت لتعيش في جبل شنا، أغلى بن في المملكة، 2000 ريال كيلو، جبل من الجرانيت، مختلف عن جبال المنطقة كلها، والوحيد اللي جاي جرانيت بين الجبال هذه كلها. طبعاً إحنا غيرنا التيشيرت وغيرنا العربية، واخدين عربية الطلعات عشان نطلع على مزارع البن في الجبل. إحنا في منطقة اسمها الجلوة، وهي في منطقة الباحة. سهلة. هلا والله. أهلاً أهلاً. يلا الشيخ محمد، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ على الجبل ان شاء الله. فالمحافظه اللي احنا فيها دي اسمها محافظه قلوه، وهي جوه منطقه الباحه، وهي يعني الشوارع فاضيه خالص، تحس ان النهارده يوم اجازه، بس هو النهارده مش اجازه ولا حاجه، بس الناس بتخلص شغل 2:30 واحنا دلوقتي 3 الا ربع، فهي هاديه خالص، يعني شوارع كده ايه، هاديه وهدوء تام. احنا هنروح قمتين فوق الثلاث قمم دول. شوف 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 القمتين الثلاث قمم اللي هنا الان. شوف اللي في وراهم اثنين اللي على راس السحاب، احنا هناك دول بقى ثلاث قمم، واحد اثنين ثلاثة، وهناك في اثنين ورا اللي احنا رايحين عليهم اعلى منهم كمان. كده هنبدا نطلع على جبل شدا، هو اللي ورانا ده فيه ثلاث قمم، هنطلع فوق علشان نروح عند مزارع البن. ده طريق الجبل، يعني لو شايفين كده تلاقي بص طريق طالع تدريجي ماشي كده، وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده. اي عربيه تقدر تطلع عادي، وفي 20 دقيقه هنكون موجودين عند القمه. الطريق ممتع، يعني انت كأنك في الملاهي عمال تتفرج على مناظر حلوه جدا، والسواقه يمين وشمال، بس طبعا لازم نكون مركزين علشان بالذات في الكيرفات وكده، ولكن الطريق مش صعب في الطلوع، يعني مفيش طلعات عاليه لغايه دلوقتي. طبعا كل ما نطلع فوق اكتر كل ما الجو يبقى ابرد، يعني تحت كان في سنه حر كده، احنا هنا مش حاسين بالحر خالص، حتى واحنا واقفين في الشمس الجو بقى ابرد والخضار عمال يزيد اكتر، والطريق شغال زي الفل الحمد لله. دلوقتي نازلين، مع اننا اصلا طالعين الجبل، بس عشان هما بيختاروا طبعا المسار الاسهل وهما بيعملوا الطرق، فممكن تلاقي حتت نازله وحتت طالعه، بس في الاخر النتيجه النهائيه ان الموضوع يبقى سهل وانت طالع لغايه قمه الجبل. حياكم الله. اهلا وسهلا. في مزارع العباس البن الشدوي، مزرعه من اقدم المزارع المملكه، بس العمر الجار عندنا ل 150 سنه. هذا اخوي محمد، هذا المزارع. السلام عليكم، ايه الاخبار، عامل ايه؟ حياك الله. حياك الله. حبيب، عارف ارتفاع الجبل كام طيب؟ 2212. احنا يعني احنا نوصل لغايه 2212؟ احنا نوصل ل 1700. 1700. اي مزارع على 1700. بس يبقى برد بالليل؟ خلاص. وصلنا عند مزارع البن جوه الجبل، بصوا هنا صخور عملاقه يمين وشمال، بص البيت مزنوق ازاي بين الصخور، يعني صخره كبيره والبيت مبني، تحس ان تحتيه طوب متكسر، بس هو طبعا ان شاء الله تمام. وبعد كده جزء تاني من الجبل، وفوقيه جزء تاني من البيت، منظر رهيب. اللي جنبنا دي اشجار البن، ولكن احنا جايين علشان نروح نتفرج على مزارع بقى لها تقريبا اكتر من 150 سنه، متوارثه للعيله يعني على كذا جيل، فننزل نتفرج عليها عشان هي يعني حاجه مميزه جدا. ولكن قبل ما ننزل جينا هنا علشان نتفرج على فيو من المطل، في مطل هنا، بص على منظر حلو قوي نتفرج عليه، مستغلين المكان ده المطره تيجي كده، عاملين لها مجرى يمين وشمال لغايه ما توصل هنا. طبعا الناس اللي عايشه في الجبل هنا يكون عندهم لياقه اعلى بكتير، يطلعوا بسهوله. عندنا مزارع بن، مناح العسل والجبال والهواء والخضره والصخور، واللي بعيد قوي هناك دي مش عارف باينه ولا لا، هي دي جلوه اللي احنا كنا قاعدين فيها. زراعه البن تحتاج تبدا من البن، عندنا صنفين ارابيكا وروبوستا. الارابيكا يبدا زراعته من 800 الى 2400. دي ارتفاع. الارتفاع على مستوى البحر على حسب القرب والبعد من خط الاستواء. عندنا في السعوديه يبدا من 1000 الى 1900 فقط. فالمنطقه المنبسطه الخضراء اللي تحت دي هي دي المزارع القديمه، عمرها تقريبا اكتر من 150 سنه. هننزل من هنا نتفرج عليها ونجرب البن بقى، نشوف البن الشدوي اللي بيقول لك اغلى بن في المملكه. اللي يميز جبل شدا انه قريب من البحر، شوف بعد الجبال دي هذا البحر الاحمر ينشاف من هنا، يعني وقت صفاء الاجواء نشوف البحر تماما، اذا الاجواء ما فيها شوائب زي ما وعوالق زي ما انت شايف. الجو هنا مناخ استوائي رائع جدا، فهذا اعطى ميزه للبن الشدوي كونه اغلى بن في المملكه. يبدا الحصاد المملكه عندنا من اكتوبر الى نهايه فبراير، الاربع شهور دي. اللي زارعين على 1000 يحصدون في اكتوبر، اللي حاصدين اللي هنا على احنا على 1700 نخلص في نهايه يمكن يخش معنا مارس، ولسه الاشجار المعمره القديمه الى مارس تستمر. الأرابيكا فيه عائلتين، في عائلة يمنية وعائلة إثيوبية. العائلة اليمنية لها أبين، أب اسمه التيبيكا وأب اسمه البوربون. داخل هالعائلتين في 124 صنف،
اي نعم. لما حد يقول ارابيكا قديمة مش معناها نوع ده، في انواع كتير. لا، في 124 صنف داخل الارابيكا. قهوة الملك عبد العزيز كانت من البن الشدوي، هذه معلومة موثقة يعني. البن الشدوي اصيل في الثقافة السعودية. هو بيتعمل بيه اللي هو القهوة العربي ولا بيتعمل بيه قهوة برضو تركي؟ هو الاساس قهوة عربية، بس الان صارت قهوة مختصة يعني. الابين دولي اللي هو التيبيكا هو اب لأحد آباء الأرابيكا. الشجر اللي هنا الشدوي هو مطابق للتيبيكا، مطابق تماما يعني. أنا أعتقد أنه هو التيبيكا، لسه ما في دراسة جينية الآن، الوزارة شغالة على الكلام ذا، أنا قاعد تشوف الجينات الوراثية للبن يعني الشدوي. فهو مواصفاته مطابقة في إنتاج السكريات، في جودته العالية، في تحمله وقوته يعني. في مزارع هنا مهجورة 30 سنة وما زالت إلى الآن تنتج، كأنما خلقت لتعيش في جبل شتا. أنت عايش هنا بقى محمد؟ كل يوم هنا. بس يعني بتنزل وتطلع ولا أنت عايش فوق؟ لا عايش في المدينة تحت وتنزل وتطلع. رأت البن يعني يعتبر عراب البن الحديث ما شاء الله. نسميها شجر النبيلة، هذه شجر مدللة تعيش في ظروف معينة. تحتاج رعاية كبيرة في أول 3 سنوات لين تدخل مرحلة الإنتاج. هي تنتج بعد 3 سنوات عمر، تبدأ تعطينا بشائر. توصل للإنتاج الكامل بعد سن 5 سنوات، 5 سنوات عمل بدون أي مردود. فشجرة مدللة، شجرة احنا نسميها شجرة النبيلة. بس بعد ال5 سنوات بقى خلاص يبدأ الإنتاج فيه. هنا بقى في لون أخضر ولون أحمر. بالضبط، هنا تبدأ زراعة نضوج الحبة من اللون الأخضر إلى الأصفر زي ما أنت شايف مثلا هنا، إلى الأحمر. احنا كقهوة مختصة لابد نوصل إلى أحمر قرمزي ونقطف، نلف ونقطف، نبغى نحافظ على هذا العنق لا يكون موجود. اي لانه اذا قطفناه يصير تروح الشجره تنجرح وما يطلع مره ثانيه ازهار. زي كده ما يزيد عمل بالضبط قطفه. ايوه هذا خطا طبعا. ايوه هذا سبب لنا مشكلتين للشجره في المعالجه. ودي مراحل نمو ثمره البن، اخضر قرفاته، اصفر، برتقالي، احمر، احمر قرمزي. هذه اللي لازم تكون بالدرجه دي بقى اللي بنقطفها، هذه الاخيره اللي تنقطف. احنا ماشيين جوه مزارع البن على قمه جبل شدا. شدا قبل شدا هذه عمرها 150 سنة الشجرة. عمرها 150 سنة؟ نعم 150 سنة، هي ما زالت تنتج ما شاء الله، ما زالت تعطي. احنا في المزرعة نشتغل وفق مفهوم معين، العطاء في المعطى في الإحسان. ما شاء الله نحسن للشجرة دي وهي تعطينا. 150 سنة ما وقفت ما شاء الله. لو تجرب إنتاجها والسكريات اللي فيها شيء عظيم، شيء مذهل. تلاقيها مختلفة عن الشجر الجديد؟ ايوه، هذه بالذات الشجره ذي لها طابع خاص، لها قصص خاصه ما شاء الله، مشهوره جدا. كل والله اي الشجره ذي مشهوره في السعوديه يعني، الكل يعرفها، اقدم شجره. نزلها فوق تحت عشان تقطف براحتك. لا تجديد لنشاط الشجره لانها توصل لمرحله بعد 10 سنوات 15 سنه تعجز خلاص. ايش نسوي؟ نقص وتبدا ثاني ونربي على ساقين فقط. بس ده طالع جديد ولا انتم مطعمين؟ لا هذا جديد. طالع جديد. اوريك هنا شيء، هذه الشجره كانت واصله 6 متر. شوف الان هذه مقلم حتى من تحت اللي الجزع كبير كبير جدا برغم ان هي دلوقتي قصيره. شوف مقلمينه من هنا وهذا كله طالع جديد، وهذا لسه حنقلمه. حننتخب اقوى اثنين ونخليهم يتربون يعني، هنختار منهم ويصيروا ينتجون لسنوات قادمة بين الأشجار. ده بيأثر في الآخر على الإنتاج بتاع الثمرة، على الجودة. بالضبط، احنا حسنا الجودة، طبقنا المعايير العالمية للمزارع في مزارعنا هنا ما شاء الله، رفعنا الجودة في الفترة الأخيرة يعني، تحولنا إلى إنتاج قهوة مختص. الحمد لله زي ما تعرف أجود بن في السعودية بالمزرعة. فيعني عايزين بقى ندوق ونعرف طعم البن الشدوي عامل إزاي. إن شاء الله فوق حلو. يلا بينا. جهز لك حاجة حلوة. هو ده الكلام. البن عامة بيحتاج مية كتير، وهو ده اللي مخلي إن الزراعة مش كميات كبيرة يعني. هي المحصول هنا أكبر مزرعة بس محصول يعني محدود نوعا ما مقارنة بالاحتياج للبن، عشان كده سعرها بيكون غالي عشان الجودة وعشان الكمية المتاحة. الحبة عبارة عن 5 طبقات. الطبقة هذه اسمها القشر. حلو. داخل القشر هذا في سائل لزج، سائل هلامي. هذا السائل يحمل سكريات ونكهات فاكهية. وهذا هو السائل. داخل السائل هذا في حبتين يعني، داخل الحبة الحمراء الكرز نسميه كرز البن، في حبتين بن. أيوه هذا الآن في الطبقة الثالثة اللي هي البارشمنت. أيوه. الغشاء البراشيمي. بعد كذا عندنا القشرة الفضية اللي هي هذه، يسمونها القشرة الفضية. دي تتشال. بعد كذا تتشال مع الحمص. وقت الحمص تنشال، هذه وقت التكشير تنشال وتتحول إلى دقة. هذا مشروب عندنا يسمونه الآن اسمه الكاسكارا. كاسكارا. كقهوة مختصة بيطلع من القشرة اللي بره اللي هي القرمزية دي. بالضبط. هذه عندنا مشروب سحري للعجائز اللي هو نسميه القشر.
طب وبرضه سحري اكيد سحري لينا احنا كمان، هذا يشربونه يوميا، يسمونه قهوه القشر. قهوه القشر والاسم الجديد بس تبقى مره ولا تبقى لا حاليه جدا جدا حاليه والاسم الجديد مليانه سكريات. الاسم الجديد اللوكاسكارا. لوكاسكارا كاسكارا اللغه الاسبانيه. هذا جنين البن، كل هالخمس طبقات حمايه لهذا الجنين. ايوه هذا يتحول، هي دي بقى اللي بعد ما تتحمص بيبقى لونها اللون البني اللي احنا عارفينه ولا لون اخضر. شفت البيض هذا طالع صغير؟ هذا جنين البن. أيوه. هذا اللي هو يتحول لشجره، يحصل رطوبه بيتحول لشتله بعد خمس سنين بعد تكبر. المزرعه اللي احنا فيها دي مزرعه آل عباس، هي اقدم مزرعه واكبر مزرعه واجود مزرعه ما شاء الله. والله الحمد لله، الله يكثر عنك. اي اخطاء حصلت اثناء الحصاد لانه احيانا بالسرعه يحصل حاجه زي كذا. ايوه لازم تطلع تمام حلو، يبقى البن عندنا بهالشكل طافي. شوف كله بس في لون الغامق قوي يعني بالضبط. مثلا ده كده ايه، استوى زياده عن اللزوم؟ لا هذا خلاص اوفر راي بيروح، ده بيروح برا. شايف هذا كله اخطاء. في اخضر مثلا ده لسه ما استواش والثاني استوى زياده. هذه تحصل اثناء الحصاد، تحصل الاشياء دي مع السرعه مع الجهد يعني. فايش نسوي؟ تروح على جنب. طب ودول ما لهمش استخدام؟ ما تدخل معنا في المعالجه في البروسيس يعني. بعد ما نحط القطف ممكن تلاقي فيه ثمرات اصلا لسه ما استوتش او استوت زياده عن اللزوم، كل ده بيتشال ويتحط كده على جنب علشان مش هنستخدمه في البن بتاعنا. التوت البري بيطلع في الجبل. احنا عرفنا فايده الريحان هي ان انت تحط منه هنا كده، فطول ما انت ماشي تبقى شامم ريحه حلوه والناس تقرب منك تلاقي ريحتك حلوه، ما انت كده فله شمعه منوره. ينفع اكل منها دي ولا لا؟ ايه؟ الله جميله. انا من احلى الاطعمه الريحان، بحب الريحان جدا. ما يقول لك عسل السدر الجبلي، طبعا من اشهر الانواع ومن اجود الانواع، فالسدر هي الشجره اللي ورانا، فالنحل بيتغذى على الشجره دي وينتج العسل. وانا طبعا حاطط الريحان هنا وسمعت ان الريحان ريحته بتجذب النحل، فانا لو دخلت كده يعني ممكن ما اطلعش، يعني هتلاقيني بقيت منحل. هذه مشاتل شجره البن. المكان اللي احنا فيه ده مشاتل البن، ان هو لما بياخد الثمرة الحتة الصغيرة الشتلة اللي شفناها هناك دي تيجي تتزرع هنا في اجواء معينة بعناية معينة لغاية ما توصل لمستوى معين، وبعد كده تتنقل على المزرعة على حسب اليوم. في ايام بيكون الغيوم تحتيك، يعني دلوقتي السحاب فوق بدأ ينزل تحت الجبل، يعني لو حد واقف فوق هنا هيبقى شايف السحاب تحتيه. البن عندنا مستويات. اللي صورته قبل شوي هذاك القهوة العربية. ايوه نسوي القهوة العربية. هذه قهوة مختصة. حلو الليفل اعلى. ده بيبقى حسب الحجم ولا نوع؟ لا النوع، البروسيس المعالج اللي صارت عليه. ايوه عرفت؟ يعني ده طبعا القهوه المختصه يعني تكون جوده عاليه، وهي ترند دلوقتي الناس كلها بتروح تشرب السبيشال كوفي ولا السبيشاليتي كوفي، فهو ده البن بتاعه. هنشرب بعد شوي. ده كده المجفف بس. هذا المجفف تحسها من بره كده مش قهوه، بس لما تقشر تشوف بقى شكل البن اللي احنا متعودين عليه. بقول لك ريحتها مختلفه خالص عن البن اللي احنا متعودين عليه. دلوقتي هيصفيها عشان الاحجام بقى، كل حجم ليه استخدام مختلف. يعني القشره كلها اتشالت، فاضل حاجه بسيطه. ده تكنيك المروحه طبعا، احد اسرار المهنه طبعا. دي طريقه بس كده عشان ايه الراجل يستعرض مهاراته. كل ده عشان نفس النوع في احجام، وكل حجم ليه شغلته وقيمته. فيعني الموضوع مر بمراحل كتير. هو ده هيتطحن بقى ولا بيتحمص؟ لازم يتحمص ولا يتطحن؟ سأسكت قليلا. بن شدوي ولكن غير محمص، احنا بقى ناخده نحمصه وعملناه بهذا الشكل العجيب الغريب بالمفرط عشان نحافظ عليه. معرفش بقى في المطار يعني هيفتكروه ايه. الاكله دي هي اكله المرسى، معموله من الخبز والعسل والموز وقشطه وحبه بركه، فيعني اكله ملغمه. المفروض ان هي حلوه وحلى ولكن شكلها تقيل. هذه اكله جيزانيه اساسا. ده عسل، هو نفس العسل ولا عسل تاني؟ عسل سدر، عسل من الجبل. الله، عسل سدر جبلي. اولا عسل اصلي مع قشطه بلدي، كل حاجه بلدي. بلدي، احنا قاعدين في وسط الجبل، مفيش حاجه بتيجي غير من منتجات المزرعه. والخبز معمول على النار على الصاج، فاكله قويه، بس واضح ان هي يعني مليانه ايه، بس ما تكترش كالوريز كتير. طب والله يعني ما شاء الله عليا، بعمل نفس الصوت كده بقى. ايه توته توته فرغه الحدوته. نراكم في فيديو اخر.